قدمت المقابله نتاعها ولا كيفاش؟ تقدمنا مش قدمنا، بالعكس اليوم نسحقوا 3 بوان تاعنا. اليوم ضغطنا على المنافسه في المناطق نتاعهم، كنا الاولى على الكره، كنا اكثر مستحوذين على الكره نتاعنا، جريناهم برشا ورا الكره، ضغطنا عليهم. كشوف ثلاث فرص نورمالمون ماركوها، معناها التجسيم تاع الفرص هو اللي غاب علينا اليوم. ان شاء الله في قدم مباريات نجسمه ان شاء الله. ميرسي. فرصة في الموطن الأول وأبار يعني البوت نتاعهم اللي عملنا يعني ماتش به اليوم اللي بنيو عليه، يعني ضغيط شوية ليكس، كنا نستاهلوا نربحوا الحق، الكل كنا نستاهلوا نربحوا فيه الفرص اللي ضيعناهم. فما نقص خبرة صغير في يعني عندنا، مازال نبنيو عليهم ماتشات كيما هذوما باهيين برشا، إن شاء الله قادم أفضل هكا. صح ميرسي. أن بوان ظهر لي نستاهلوا 3 بوان اليوم في سوسة بالذات، يعني عملنا ماتش باهي كبير برشا، عملنا ماتش سير بلون يعني بوزيسيون دو لابول كانت عندنا نتصور، يعني كما قلت لكم يعني ما نذكرش يعني نجم رياض الساحلي حطنا اون ديفيكولتي ابار فرصه في الميطول الاول وابار يعني الباليريتي نتاع البونت نتاعهم. ماتش باهي برشا نبنيو عليه، كنا نجمو نقتلوا الماتش اليوم. عندنا نقص تاع خبره في الجروب، مثالش حاجه يعني نجمو نبنيو عليه برشا الماتش هذايا. عندنا يعني شامبيون مازال طويل، ناخذوا ماتش بار ماتش، نحاول نفرحوا الجماهير ان شاء الله. وزنه رغم انه سي اس عمل مباراه كبيره لكن كاد يخسر المقابله لولا الهدف اللي جاء في ال 90+3. بالطبيعه عنده وزن البونتو، خاطر احنا من اول لقاء كنا من الدقيقه الاولى الدقيقه الاخرانيه كنا نماركيو في اي وقت، جاونا فرص ما جسمناش، جات توفيق من عند ربي في الاخر، الحمد لله روحنا بنقطه وان شاء الله نقولوا جمهورنا راهو كنا نجموا نعملوا ما خير ان شاء الله. تكتيكمون كيفاش تحكم على المقابله فنيا، خاصه بين زوز احسن فرق نجموا نقولوا من اعرق الفرق في تونس؟ زوز جمعيات كبار، عملنا كلاسيكو باهي، ما كنا احنا في اغلب اللقاء مسيطرين، وكانت ما ربحناش بوا، خسرنا دو بوا احنا اليوم، وهيك اش كتبوا برا. الحمد لله. وليد القلب، بونتو اليوم نجم نقولوا بنكره خاصه في كلاسيكو. بالطبيعه مش حتى في كلاسيكو، اول بونتو عندي اليوم وبونتو ثمين في الاخر وكذا. مي ان شاء الله جاي خير ان شاء الله، ونقول لجمهورنا البطوله مازالت طويله، وان شاء الله نرجعوا لمرتبتنا وان شاء الله نكون ما خير ان شاء الله. عايش.